العذراء. طيب خلينا نقول ان محور الكسوف بالنسبه للعذراء الحمل الميزان، محور الكسوف ده بيوت مال، فانت يا عذراء مش قلقان عليك ماليا. طيب في يعني ماليا عذراء محظوظ ماليا، مش محظوظ بس مش قلقان يعني مش هنقع في ازمات ماليا. لكن خلينا نقول ان مواقع الكواكب السنه دي بالنسبه لك يا عذراء هتمرجحك شويه، يعني نقدر نقول ان هي سنه محتاجه مجهود ومعافره عشان تواكبي التغييرات، او العذراء يواكب التغييرات اللي هتحصل، لازم يسبح مع التيار، بلاش تمرد، بلاش اعتراض على اي قوانين، في قوانين هتفرض نفسها لازم بعض الاوقات عند لزوم الامر تتنازلي شويه. الشغل هيستحوذ على جزء كبير من تفكيرك يا عذراء واهتمامك وقلقك على حد في بيتك، برضو انت قلقان على حد في بيتك من الاهل او العيله، في حد قلقك عليه هيأثر شويه على تصرفاتك وردود فعلك في البيت، ابن، ام، اب، اخ. لو زودت في انفعالاتك وردات فعلك هتبقى انت الخسران لا محاله. السنه دي عايزه سعي دائم دون تكاسل. كوكبك الحاكم ومواقع الافلاك في فترات هتدعمك جدا وتفتح لك مجالات شغل كبيره، وفي اوقات هتعمل لك خلافات ومواجهات ويعرضك لمآزق، فتخلي بالك في الايام الحلوه او الشهور الحلوه والشهور طيب المش حلوه. عايزه اقول للعذراء هي مش سنه الاحلام ومش سنه سيئه، يعني هي سنه في المنطقه الدافيه وسطيه. اهم نصيحه للعذراء، تلاشى المواجهات السنه دي، بلاش نواجه مسؤول او حد ذوي نفوذ او سلطه، تلاشي المواجهات. هتنفتح على مجال الاعلام والاعلان والتسويق والدعايه، وهتستثمر في هذا المجال كل ما يخص المجالات دي. خلينا نقول الشهور الاكثر حظا، 5 و7 و9. 5 7 9 دي هتتولى فيهم الوقت الحلو، دي هتتولى مسؤوليات فيها، في فيهم ترقيه او ترشيح لمنصب او ممكن لقاء استثنائي يؤدي الى اخذ قرار ارتباط. طيب وجود فينوس اللي هو كوكب المال بالنسبه للعذراء في شهر 5 بالطور مع الشمس، ده منزل حظ بالنسبه لك كمان، يبقى 5 و7 و9 حلوين قوي قوي. ممكن تتلقى عروض سفر او عروض عاطفيه او ماليه. وجود فينوس كمان بالسرطان في شهر 7 بيخليه شهر حلو قوي. طيب شهر فبراير ومارس، شهر فبراير ومارس بقى ممكن يحصل نزاع على ممتلكات او ميراث، او يولد بعض الاحتكاكات العائليه حوالين حاجه ماليه، في صراع مالي معين ما بينك وبين شريك او حد في العيله، او خلاف او نزاع، لان الكواكب كلها في شهر فبراير ومارس بتتحدى مولود العذراء، فيخلي بالك منهم جدا. شهر 10 كل الابراج 7 فبراير ومارس مش حلو، ده حقيقي، تجمع كواكب كتير، معظمهم مش كلهم، تجمع كواكب كتير في الدلو، هندخل فبراير ومارس ماشي على الكل، ويا رب يا رب حتى اقتصاديا وعالميا فبراير ومارس انا بتمنى ان هم يعدوا على خير، اللي هي دخل احنا كنا عايزين نعرف منك يعني فبراير ومارس من الشهور اللي يعني السنة اقتصاديا و هنعرف بس خلينا نقول العذراء الأول. طب يلا نخلص العذراء عشان نخلص الأبراج. شهر يوليا ممكن يقع في الحب ويعيش لحظات رومانسية حلوة استثنائية، لكن ممكن العذراء خلي بالك مفيدة في شهر يوليا، شخص معين يخيب ظنك ويرفض الالتزام خوفا من التورط في مشاكل، يعني هو ممكن يكون بيحبك أو بيحب مواليد العذراء بس عشان ما يتورطش في مشكلة ممكن يتخلى عنك، شرط تبقى علاقة عاطفية. لا يعني هو شهر 7 الى حد كبير حاجات عاطفيه بالظبط، فيعني بس هو اورانوس كوكب اورانوس حليفك طول السنه، يعمل لي ايه بقى اورانوس؟ اورانوس ده حليف في الفلوس، عشان كده بقول لك هو انت ما يتقلقش عليكي في الفلوس والسفر، فلوس وسفر ميزان.